السلام عليكم. جزيرة لابالما، موضوع الساعة. هذه الأيام نظرا لانفجار بركان كومبري فيجا. كومبري فيجا هو بركان يقع في جنوب الجزيرة. هذه الجزيرة مساحتها حوالي 700 كيلومتر مربع، والسكان بتاعتها بيشغلوا حوالي 13% من مساحة هذه الجزيرة، بها حوالي 70 فوهة بركان. لما رصدنا بصورة الأقمار الصناعية وجدنا إن بها حوالي 70 بركان قديم خامد، بركان ضخمة جدا في الشمال اللي احنا شايفينه، وبركان ضخم وحوالي 70 بركان صغير جدا في الجزء الجنوبي للجزيرة، الجزء المثلث اللي تحت ده. السبعين بركان أو فوات بركان خامد هو الوحيد اللي انفجر في هذه الجزيرة من البراكين الصغيرة، هو بركان كومبري فيجا. كومبري فيجا هو البركان اللي موجود في الصدع اللي هو بيقسم نصف الجزيرة السفلي، في صدع كبير جدا بيقسم هذه الجزيرة في الوسط، وفي طول هذا الصدع كما قلنا في الحلقة السابقة بوجد مجموعة من الفوهات البركانية الخامدة. فهذا كومبري فيجا ده انفجر في الأيام اللي فاتت. طب إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل الآتي، إن البركان بيخصف الحمم بتاعته وبتسيل الحمم بتاعته، بتسيل بسرعة. لما تسيل بسرعة يبقى معناته إن اللافا أو الحمم دي غنية بالغازات، غنية بالكثير من الغازات، عشان كده السيولة بتاعتها عالية ودرجة الحرارة بتاعتها عالية جدا. طب لو درجة الحرارة بتاعتها منخفضة والسيليكا اللي فيها والغازات فيها قليلة والسيليكا عالية، هتبقى بطيئة، العجينة هتتحرك ببطء شديد، عشان توصل البحر هتاخد لها حوالي 2 3 أسابيع. إنما بما إنها غنية بالغازات، وبما إنها درجة حرارتها عالية جدا، وبما إنها السيولة بتاعتها عالية، فمشيت بسرعة، وبعد تقريبا 10 أيام من انفجار بركان وصلت الحمم للجزء الغربي اللي هو الجنوبي الغربي لجزيرة ألابالما. طيب من حسن الحظ ان الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة الكثافة السكانية والكثافة الزراعية فيها قليلة جدا. لما بصينا على صورة القمر الصناعي وجدنا ان هناك في طريق اللافا، في طريق انهار اللافا اللي نازلة بالميل من الوسط حيث يوجد الارتفاع العالي، وحيث يوجد الصدع، حيث يوجد مجموعة البراكين الخامدة، وهو الوحيد البركان النشط الآن. وجدنا أن هناك حتة صغيرة جدا مساحة من الأرض الزراعية، من الأرض الزراعية من الموز، الجزيرة دي مشهورة بإنتاج الموز والخضروات. ووجدنا أن حوالي 2 كيلومتر مربع من المنتجعات السياحية اللي هي بطول الشاطئ. هنشوف دلوقتي الصورة كما هو، هنشوف دلوقتي في صورة القمر الصناعي وهنوضحها بمساحتها. مساحتها حوالي 2 كيلومتر مربع، وهذه المساحة هي مساحة قليلة جدا. إذا من حسن حظ سكان جزيرة ألابالما إن البركان اللي نشط من 70 بركان اللي في الجزء الجنوبي هو بركان كومبري فيجا. هذا البركان في سكته مساحة قليلة جدا من الزراعات، مساحة قليلة جدا، وبعيد عن العاصمة، بعيد عن العاصمة اللي هي الباسو، اللي هي بتكون في الوسط بالظبط، في الجزء الجهة الغربية وفي الوسط الجزيرة، في الساحل الغربي في وسط الجزيرة، في بعيد عن، ولكنها في ملقف البركان الضخم. يعني البركان الضخم لو ضرب هيفجر الجزيرة دي كلها، هيعمل زلزال عنيف وممكن يموت ناس كتيرة جدا في الجزيرة دي، يموت تقريبا نصف السكان هيموتها، وهيخسر الحمم بتاعته، والحمم بتاعته هتنزل على غالبية المناطق السكنية، هتنزل على غالبية المناطق الزراعية اللي هي تقريبا في فوهة البركان الضخم جدا اللي هو مكون الجزء الشمالي لجزيرة ألابالما. ده باختصار اللي حصل دلوقتي الآتي، بنعمل أبديت للمعلومات اللي بتجيلنا ونشوف نخلص الأقمار الصناعية، إن الجزء المتأثر هو الجزء الجنوبي الغربي، وهذا الجزء زي ما قلنا دلوقتي مساحته لا تزيد عن 2 كيلومتر، ومجموعة من المنتجعات السياحية هنشوف في صورة الأقمار الصناعية دلوقتي. ده كل الخسائر اللي حصلت في الجزيرة، إضافة إلى من حسن الحظ إن الهواء بيجي أو الرياح بتيجي بتقذف الأبخرة والأدخنة بتاعة البركان اللي هو الصغير ده، يعتبر البركان الصغير من حوالي 70 بركان كما قلنا، بتقذف ناحية الغرب ناحية المحيط بعيد عن المغرب. وهذا جزء من المعلومات التي وردت من خلال أقمار الصناعي من خلال المعلومات التي نشاهدها على الإنترنت. دلوقتي إذن هناك احتمالية إيه؟ تكون ايه؟ جزيرة مقابلة للجزء اللي هيتدمر، يعني الجزء اللي هيتدمر، المنتجات اللي هتتدمر حوالي 2 كيلومتر مربع ومعاه زراعات، هتنزل الحمم بتاعتها في البحر وتكون شبه جزيرة. اذا الجزيرة بتاعت ألابالما هتتسع
نوعا ما حوالي ممكن نقول 500 متر في البحر، تكون جزيرة بمرور الزمن لو استمر هذا البركان في قصف الحمم بتاعته في اتجاه الغرب، مشاهد هنا هتكون جزيرة وامتداد، يعني اللي اتهد من المباني ومن الزراعات هيتبني مكانه أراضي يابسة في البحر، يعني المدينة الجزء اللي اتهد ده اتسع، هيتسع في المستقبل وتكون شبه جزيرة، أو ما هتبقى منطقة بحرية ضحلة على أقل تقدير. هذا باختصار الوضع الحالي في جزيرة ألابالما وبركان كومبري فيجيا. إلى أن نلتقي، نرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، السلام عليكم.